قطاع الصحة وملف الصحة والبيان اليومي لكورونا، زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم يوميا حصل انخفاض في الحالات، ولكن يعني على مدار 24 ساعة و48 ساعة الماضية حصل ارتفاع طفيف، فياريت احنا برضو نحترز بالنسبة لنا بمسافاتنا بالكمامات بغسل الأيدي، ناخد احترازاتنا والتدابير الوقائية بتاعتنا. مرة أخرى الحالات الجديدة 138 حالة والوفيات الجديدة 18 حالة، ربنا يتغمدوا وافر رحمته، ولكن يا جماعة مش عايزين الحالات دي ترجع تاني عشان ما يحصلش ردة للمرض. ناس دلوقتي على مستوى العالم بتتكلم على الموجة التانية اللي هي في شهر 10 أو 11 مع بداية دخول الشتاء، لكن احنا مش عايزين يحصل كمان ردة، فيعني عشان برضو نبقى ايه يعني قدام المعطيات اللي قدامنا على قدر المسؤولية، احنا اللي نحافظ على بلدنا، احنا اللي نحافظ على اقتصادنا، احنا اللي نحافظ على قطاعنا الصحي وأمننا الصحي، فيبقى الإجراء احنا اللي بناخده من نفسنا عشان نقدر ان احنا نبقى ضامنين القادم. ربنا يسلمنا جميعا من هذا المرض اللعين اللي حتى الآن يعني لم يتم إيجاد لقاح ليه رغم كل طبعا المساعي، ولكن حتى الآن مفيش عقار، مفيش لقاح. إذن احنا ناخد تدابيرنا الاحترازية والوقائية بالنسبة لنا عشان القادم يكون أفضل.